تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض احتفالية بمناسبة يوم السياحة العربي. وقال الوزير زايد الزياني إن في مملكة البحرين يتم النظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التوظيف، فضلا عن مساهمته المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6.8% في عام 2017، وتخطط المملكة لزيادة نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة. وأضاف أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية، فقد وصل الإنفاق السياحي في عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دينار بمعدل نمو سنوي بلغ 8.9%. من جهتي، استعرض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أحدث المستجدات السياحية والتي تمثلت في تحقيق السياحة الوافدة لمملكة البحرين معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2017، وذلك بزيادة في أعداد الزوار، حيث بلغ الزوار الوافدين 11,400,000 زائر بنسبة نمو 11.9%. وأضاف أن يوم السياحة العربي يعد أحد أبرز المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة، وذلك عبر توفير الكثير من الفرص الاستثمارية المثمرة بغرض تعزيز القطاع السياحي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا هذه الليلة بالاحتفال بيوم السياحة العربي والذي يتزامن مع مولد الرحالة العربي بن بطوطة، وشرفنا بالحضور معالي الأخ الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس منظمة السياحة العربية، واستعرضنا إنجازات السياحة في مملكة البحرين والنتائج الطيبة اللي قامت بها الهيئة في عام 2017، كما استعرضنا نتائج ورشة العمل اللي انعقدت في الأسبوع الماضي مع العاملين في قطاع السياحة من القطاع الخاص والقطاع العام، وخرجنا بتوصيات من شأنها إن شاء الله أن تعزز البيئة السياحية في مملكة البحرين وتسهل للمستثمرين في هذا المجال، كما أيضا تسهل لاستقطاب السواح والزوار من خارج مملكة البحرين. الحمد لله 2017 كان عام متميز في السياحة، شهدنا في نمو مضطرد تقريبا 12% زيادة في عدد السواح القادمين إلى مملكة البحرين، وهذا يعطينا حافز إن احنا نزيد من الجهود إن نحافظ على هالمستوى من النمو في هذا القطاع بالاستثمار في المزيد من الفعاليات والمنشآت والتشريعات اللي تخدم هذا القطاع.